كتير حابة بوسك ونسيك جروحك. لا 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 بلا رح بوسك. آسفة سامحني، كان تصرفي غلط ومولدا. حدا بشك زلمة مثلك بالإبرة؟ وينو هداك الزلمة؟ مين؟ زاهر. في عنده دكانة لحمة بحارة تيكير جنب سوق الخضرة. بدي عنوانه بالتفصيل. شو رح تعمل؟ أنا لازم نام وارتاح. أمهلك شو رح نعمل هلا؟ ما رح تعمل شيء، رح تستناني بالسيارة وتضل مشغلها. وانت شو رح تعمل؟ رح روح احكي معه. ايه لشو اللي مشد لك؟ لنتفاهم بسرعة. استنى خليني اساعدك ولف لك. طيب قرب. لفه بما انك صيدلاني، اعمل شيء بفيد. ايه استنى خليني لف لك يا عمي. والله تمام خلص بكفي تريك. هاي اجا زلمتنا. تمام. كيفك يا روحي؟ قلي انت كيفك؟ هلا قليلي الحقيقة. بصراحة وضعنا سيء. ماما عم تبكي ليل مع نهار، وبابا طول الوقت بالجامع. الله يتقبل منه. أخي جيهان والشباب بيسلموا عليك، كلهم بالون عندك. الله يسلمون. روحي خبريهم إني قاطعت كل جماعتنا اللي هون وفتت على مهجأ أعدائنا. أنا قدمت عمري كله لإلهم، بس عديمين الشرف قالوا إني جاسوس ومخبر. يلي لازم تفهمي إنه وضعنا مانو منيح. هيك أحسن بكتير من وقف وش لوش ومنشوف بعض منيح. زلمة لزلمة مو هيك؟ يا ورد عم تتقوى برجع لك. شو صاير؟ على هون انت كمان.